السؤال الثالث: ما الحكم لو دخل الإمام في الصلاة ثم كبر فنسي أنه غير متوضئ فترك الصلاة، هل تكبيرة الإحرام باطلة؟ نعم، لأنه أتى بجزء من الصلاة وهو غير متوضئ، والطهارة شرط في صحة الصلاة، الطهارة شرط في صحة الصلاة. لذلك يقول للناس الذين حوله: اختاروا لكم إماما يصلي بكم، ثم ينصرف. طب هل الذي يكمل يكمل من تكبيرة إحرامه ولا يكمل؟ لا لا، يبدأ لأنه لا، تكبيرة الإحرام باطلة أيضا. نعم، تكبيرة الإحرام باطلة، هذا هو رأي الجمهور. نعم، لا نأخذ برأي واحد ولا اثنين، دائما نحن نأخذ رأي الجمهور. نعم.